السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم زي الفل، نهاركم جميل ان شاء الله. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات صيادين رحال. مشيت الله النهاردة رحلة لأرض الخوف او الماء المجنونة او مية العقارية. ليه أرض الخوف؟ المية دي الصيادين وهم جايين عليها بيبقوا خايفين لانها ماء مجنونة. مجنونة ازاي؟ الشغل عليها يا ابيض يا اسود، يعني يا اما المية اصلا كل شوية بتزيد وبتنقص، فاوقات ممكن تدي لك رزق كتير خالص وممكن اوقات تانية تضحك عليك. ان شاء الله احنا لسه بننزل العدة بتاعتنا. طبعا انا بصحبة رحالة فعلا، اخويا اشرف عبشكور رجال الدمنهور، طبعا صيادين الغلة المحترفين، اخونا اشرف عبشكور عم الساد المعضة، اخونا عشوق. صباحكم زي الفل عم السيد. ايه يا حبيبي، نهارك زي الفل عم السيد. نهارك عسل. يلا دول يا جماعه الرحاله اللي هم بحق عم اشرف وعم السيد حبيب. دول كل عشتهم ترحال في صيد الغله وفي حب صيد الغله. هو ده الغله، هو ده الغله، الغله بس يا عم. يجعل يومنا جميل ان شاء الله بيكم. ان شاء الله ان شاء الله يومنا جميل يا جماعه، خليكم معانا. هيبقى يوم سعيد ان شاء الله. ان شاء الله وباذن الله. مش عارف المعلم عاشور راح فين، اول ما يجي بقى ان شاء الله. بصوا يا جماعه، هنغير بس اتجاه الكاميرا. طبعا المياه احنا كده واقفين فوق اهوت، المياه تحت مننا هيت بحوالي 3 متر او 4 متر. الادوار ديت بتاعت عم السيد المعظم وعم اشرف عبشكور. طبعا اللي عايز يعمل رحله مع الجماعه، عم اشرف لو حد عايز يعمل معاك رحله ناخده رقم حضرتك ان شاء الله. ماشي يا حبيبي ماشي حبيبي. طب 010 17 29 27 3 وبرده عم السيد المعظم معاه. طبعا الادوار دي بتاعت الجماعه دول يا جماعه اللي عايز ينزل هو عليها. رقم واحد. هو رقم واحد، هو رقم واحد بس. الناس دي طبعا بيعملوا رحلات و معظم واحد بس. المعظم واحد بس، يجي على يومك ورده معظم باذن الله. هننزل بقى نفرش عدتي وبتاع وربنا كريم. اخواتي وحبايبي، انا هنوصف لكم الرحله بتاعتي لحظه بلحظه. طبعا انا نزلت من على الدور اهوت، من على السلم ده كده، فرشت فرشت الايه الفرشه بتاعتي. هنغير بس الكاميرا. فرشت الفرشه بتاعتي اهي، هنقعد انا هنا ان شاء الله كده، ظهري هيبقى في السلم، الشمسيه بتاعتي مجهزه، ده الدور اللي انا هنقعد عليه ان شاء الله. هنرمي الغله بتاعته، خليكم معانا كده ثواني. طبعا انا الغله اللي هنشتغل بيها النهارده، الغله ديت انا بليلها بالظبط حوالي 24 ساعة. هما الناس هنا بيشتغلوا بغلة ناشفة شوية، بس انا ان شاء الله يعني ايه هنشوف ربنا كريم. طبعا المية هي زي ما انتم شايفينها، هنرمي كده حبات صغيرة كده عشان نعرف ناخد الايه المستوى بتاع المية. هما هنا الجماعة متعودين على مراية تقيلة، انا طبعا عشان مش عارف وضع الدور فمش هنكتر في الغله، واحده واحده كده. هنرمي بقى، هنطور شويه صغيرين مش هنكتر برضو عشان انا مش عارف وضع السمكه ايه. ان شاء الله كده كفايه، هنتوكل على الله. نبدا نفرد العيدان بتاعتي ونركب صنانيري. هنشتغل ان شاء الله النهارده بعودين، عود فيهم
هنشتغل بعود فيه صنار عسلي وصنار ابيض، هنرمله وهنقول لكم الدنيا فيها ايه. ربنا كريم بالله عليكم، اللي يوصل للدقيقه ديت ادعي لنا بالتسهيل، لان احنا الشغل بتاعنا هيبقى كله مباشر وعلى الله، كله مفيش حاجه مصطنعه. طبعا احنا في صيادين رحاله، بعد ما غيرنا المحتوى احنا بنوصف الرحله زي ما هي. دي ميه العقاريه، طبعا الميه ديت تابع لمحافظه البحيره، احنا بندخل لها من على الطريق الصحراوي، طريق العمليه الصحراوي. ربنا كريم يا شباب. طبعا يا جماعه انا جهزت اول عوده اهو، ده السنار العسل اللي قلت لكم عليه. السنار ده انكوره رقم 2 ملوي، ربنا يرزقنا بيه الخير يا رب. المية اهي يا جماعه الدور اهو، هنطعم السنار التاني وهننزل باول نزله وربنا كريم. طبعا يا جماعه ايه، المايه اهي زي ما انتم شايفين زادت اتحركت، اول ما جينا كانت واقفه خالص، فمع الزياده بتاعت المايه ايه الواحد استفتح استفتاح حلو اهو، يعني سمكه كف كده، ربنا المستعان، يعني الله كريم ان شاء الله تضرب معانا، الله المستعان. احلى تحيه على احلى شباب، صباحكم فل ان شاء الله، ربنا يقدرنا ونقدر نساعدكم ونعمل لكم فيديو يليق بحضراتكم. معلش بقى يا جماعة، أنا إيه السمكة دي موضوع التصوير ده صعب خالص. الله كريم يا شباب، تعالي يا حلوة اطلعي، اطلعي يا حلوة اطلعي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. السمكة يا جماعة على دراعي، هو انا بصراحة بس قلت بقى عشان نصورها لكم ايه نلعب بيها شوية. الحمد لله، الله كريم يا مسهل الحال يا رب. السمكة حلوة يا جماعة على دراعي على فكرة، بس انا ايه الكاميرا فعلا مش عاطيها حقها. ماشي، حته خنيني برضو حلوه اهيت، كويس ان هيت مباشر يعني، وحشه برضو يعني، دي نص كفه يا جماعه. مش عارف انا كاميرتي مهزره ليه معايا النهارده، بس كويس ان عرفت نصورها لكم مباشر. طبعا ميه العقارية دي يا جماعه العلم بالشيء، بس عشان الميه دي ليها عشاق، في ناس مدمنه الميه دي وبتيجي وما بتاخدش حاجه ويرجعوا لها تاني. ميه العقارية دي طبعا عشان الميه بتزيد وبتنقص كل شويه، ونادر لما بتثبت على منسوب معين، فالمفروض ان انت ايه، ده رايي، ده رايي، لما تيجي تعمل مراية اعمل مراية خفيفة وابدأ ايه تقل عليها كل شوية بحاجات بسيطة كده، طبعا مع الرمي كل شوية يعني تنطور يمين وتنطور شمال وحاجات بسيطة كده، يعني ايه حفن بسيطة كده، وتيجي مثلا ايه على الريشة مرة تيجي واخدهم ورميهم جوه كده خالص، بحيث ان انت ايه تبقى شاغل السمك اللي هو موجود في المكان، بحيث ان ربنا يسهل لك الحال تقدر تدخل ايه، تدخل سمك على الدور.
والله المستعان، انا كنت فاتح الكاميرا كان معايا غمزة بس ما كملتش. ربنا كريم، خليكم معانا زي ما احنا متعودين مع بعض، نصوره الكبيرة ونصوره الصغيرة. طبعا ده خنينة يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. السمكة قد ايه على ايدي؟ يا ريت والله يبقى كله من ده، والله تبقى حاجة فل. الحمد لله يعني برضه عايز نوريلكم بس المنظر ده. المايه بص يا جماعه، المايه اتفتحت، الخشب بتاعنا هيتملى. بص يا جماعه، من الصبح على كده كل شويه رايحه جايه رايحه جايه، ده من عيوب العقاريه. بس للاسف المايه ديت، مش للاسف بقى، المايه دي لما بتدي بوسعه يعني على البركة. في ناس حققت أرقام فيها، أرقام أوزان، وحققت خدت سمك أوزان برضو. فعشان كده هم متعلقين بالماضي، ممكن تفشل معاه رحلة والتانية والتالتة وبرضو مصر ان هو يجي عليه. انا بس منوري لكم الوضع عشان ايه، يعني ده يعتبر برضو تقرير عن الايه، عن العقارية. انت قاعد في الركن كده ليه يا ابو علي؟ انت قاعد في الركن كده ليه انت والسمك؟ انت مستخبي كده وبتطلع سمك عشان تستخبي مننا يعني ولا ايه؟ شايفينك يا لهيب. اخوك الصياد المعدم مستخبي واستخبي مننا عشان ما شفناش هو ما شافوش هو بيجيب سمك يا جماعه. صلاة النبي. صل على رسول الله. على الصلاة والسلام. صلاة النبي. انا لسه قاعد تخبيني. بس احنا ضحكنا بقى عليه برضه عاشور ايه وجبناه برضه. اهو.